شرف يا كبير شرف. اخ شو الاخبار؟ في اخبار كثيره. منين بتحب ليش؟ من الاسواق. علي ما عليك كلهم اسواق من بعض، ما عاد عرفت شو الاسواق. اها بلش البوم. تفضل احكي. التقيت امبارح مع نوراس وقال لي انه صاحبه ضابط الامن سألوا عن رياض وروعه وديالا. وان شاء الله ما سألته شو اسمه لضابط الامن. كركبت كثير ما تذكرت. العمى ما اخباك العمى. بتحب اسأله على الموبايل فورا؟ ولك هالشغلات ما بتنحكى على التليفون. معناتها بس اطلع من هون رح مر لعنده. تسأله سؤالين، اول شيء شو اسم الضابط، ثاني شيء قل له عن مين سأل. عني عنك عنا نحن اثنين. ماشي. ايه شو الاخبار المزاجه الثانيه؟ سمعت انهم قبضوا على غزوان وبلشوا التحقيق معه. بعتقد انه هلا ببلشوا معه بالقضايا الكبيره. القضايا الصغيره اللي لنا علاقه فيها رح يتركوها للاخير. بس نحن شو رح نستفيد؟ اذا اول على اخره رح يفتحوا القضايا الصغيره اللي بتخصنا. ايه بس من هلا لوقتها منكون رتبنا امورنا وضبطنا كل شيء. انت فعلا مو معقول. بعد كل شيء صار لسه عم تبرر لها تصرفاتها؟ ضايع ضايع، احيانا بيخطر على بالي روح فعسة تحت رجلي، بس برجع بقول يمكن تكون ضحية. غالب قمر بعمرها ما حبتك ولا احترمتك. اقل كلمة كانت تقلي اياها انك عبد عندها. كانت تقلي انك بتتذلل قدامها. انا اسفة على هالكلمة مثل الكلب. طيب اذا بتكرهني لهالدرجة ليش لحتى تتجوز؟ مشان تاخذ منك يلي اخذته. فجأة تعطيها شيء. إذا بدك نصيحتي ساها وحمود الله إنه ما أخذت منك كل شيء ورجعتك على الحديدة. وحياة عيونك ما رح تاخذ شيء. بكره بنذكر بعض. صباح الخير. صباح النور. حكيت هلا مع نوراس وما كان يلي اسمه الضابط. قال لك على مين سألوا؟ ما سألوا عن حدا، ذكروا الأسماء قدامه، سألوا إذا بيعرفوا. خلص معناتها ما في شيء، بدهم يكملوا تحقيق معي. وبركي؟ لك ما في بركي، انسى الموضوع. وفضيلي حالك في عنا شغل كثير. خير؟ هلا رح أعطيك شيك، تعطيني سند أماني، وبتروح بتسحب المصاري من البنك وبتقلبهم دولار. وروح على بيروت افتح حساب باسمك. لعيونك، على راسي أبو نوراس. امبارح حكيت مع المحامي وقال لي لازم ارفع دعوى لحتى طلع غالب من البيت. المهم تكون النتيجة مضمونة. هلا هي مضمونة، اكيد رح تكون مضمونة، بس انا ما بدي اطول كثير. انت شو فارقة معي؟ مانك قاعدة بالشارع؟ ايه لا حبيبتي، انا ما رح انطر. ايه؟ وبدي اياكي انت بشطارتك تخليه هيك يطلع بالذوق، واذا ما طلع رح يشوف شيء ما رح يرضي. قمر خفي عنه شوي، بارح لما شفته حسيت من كلامه انه رح ينفجر. ايه لرجلي. انا حذرتك، انت حرة. كل مرة بتحذريني وكل مرة بيطلع كلامي هو الصح، فرحي لي حالك احسن. مثل ما بدك. مرحبا، كيفك؟ بتعرفي عم فكر شو رايك تجي لعندي على المطعم؟ ايه يلا. طيب يلا ناطرك. حياتي ما حسيت بالياس اللي حسيته امبارح، حتى وقت اللي توفت حنونه الله يرحمه ما كنت قاساني لهالدرجة. كان عندي بصيص أمل إنه الله رح يعوضني ببنتين وصبيين. وبعد ما سمعتي رأيه فيكي لساتك مصرة على نفس الرأي؟ ما بعرف، حاسب لي أسوأ. بس بتعرفي لما كنت بفرنسا عم كمل دراستي
صار معي ظروف خلتني احبط، خلتني احبط وفكر جديا اني ما اقدم رساله الدكتوراه وارجع. وبلحظه اتخاذ القرار استدعاني المسؤول عن رسالتي، سالني عن سبب تاخيري، شرحت له عن ظروفي وشو قررت. قال لي جمله مستحيل انساها، قال لي انه الياس هو عباره عن شخص طفى مصباحه وقعد يشتكي من ظلام الطريق. بس انا ما طفيت مصباحي، انطفى لحاله. وعلى فرض انت ما طفيتي مصباحك، انت ما حاولتي تدوري على مصابيح ثانيه ابدا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. بتعرفي حماتك بتحبك، انا لسه ما تغديت، هلا نتغدى سوا. اذا بتريد احكي كل شيء عندك لانه ما بدي اتاخر على البيت. ايوه انت بتعرفي قديش الولد غالي على الاهل، وانه الاهل بيبنوا احلام على الاولاد. مفهوم. نوراز غالي عليك كثير وانت باني عليه احلام كبيره، ما بيهون عليك انه يتجوز ارمله. لا ديري بالي، مو بس انا هيك، كل الاباء هيك. لا لا انا بفهمك كثير منيح، وبرجع بقول لك بوعدك اذا بترجع لي بنتي لا عاد تشوف خلقتي ولا يسمع صوتي. الوعد ما بيكفي، بدي ضمان عملي. ماشي وانا جاهزه. هلا المره الماضيه انتي رفضتي يعني قصه الزواج، ها بايدك. أنا أصلاً قمت فكرة الزواج الدائم من راسي، بس يعني عم فكر هيك نتزوج لنا يومين ثلاثة، بالحلال بالحرام ما عندي مشكلة. قبل ما نحكي ونناقش أي شيء، أنت بس دليل إنه بنتي عايشة. ما بيمشي الحال، هاي الصفقة مع بعضها كلها. عم تفهم علي؟ إذا ما أعطيتني دليل قاطع ما رح فكر بشيء. إيه معناها انطري. شو جاب هي لهون؟ انا بعدت وراها حتى اقنعها تبعد عن نوراس، ما وافقت. ان شاء الله عمره ما توافق. شو صار معها؟ كله تمام. قوم روح على البيت، انت تعبان اليوم. ماشي.